السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدكتور أحمد أبو علي الله يسعده، أتابعه بالسناب وهو يتابعني. شو رأيك يا شيخ بالسناب، بسناباتنا وبالسناب عامة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أنا سعيد باللقاء بك ومتجدد اللقاء بك، وأتمنى حقيقة أنك ما يعني تطول علينا الغيبات. اللي خفف عني حقيقة هو أسنانك لما أرى طلتك البهية وطلعتك الندية وحديثك الجميل وتغطياتك الطيبة، حقيقة كل من مكان إلى مكان بطريقة رائعة جدا. فأسأل الله أن يبارك فيك، أنت محتواك متميز، التغطيات اللي تقوم بها أيضا متميزة، تنقل حقيقة تصورات كبيرة ليس في المنطقة الشرقية فقط ولا في الأحساء بل مسؤول عام في إضافة الكلام الذي تضيفه والاستضافات التي تقوم بها. أسأل الله لك التوفيق والسداد والإعانة والينفع بك، ونصيحتي الأخوية أن كل إنسان له محتوى متميز ينبغي أن يشجع. قبل أمس كان توفي رحمة الله عليها محمد الشمري، وهو من السنابات من أصحاب سنابات المتميزة حقيقة والجميلة. فالناس ضجت وبدأت تترحم عليه في كل مكان، وسعدت كثيرا حقيقة، سعدت كثيرا بما سمعته عنه. أنا لا أعرفه، أنا ما رأيته، لكني حسست بأثر فراقي عند الناس، وهذا هو الذي يبقى. إذا نصيحتي للأخوة والأخوات، الرجال والنساء، سنابيين وسنابيات، أن يعتني بالمحتوى وأن يكون المحتوى هو الأهم قبل كل حاجة. هو الذي يبقى، وينبغي للإنسان لا يترك شيء زين إلا يعلم أن الله عز وجل سيحاسبه. وما من كاتب إلا سيكتب ويبقي الدهر ما كتب الله، ولا تكتب شيئا غير أمري، يسرك أن في القيامة أن ترى. نسأل الله أن يبارك جميعا. سعدت والله باللقاء بك، والله يوفقنا وياك، وأدعوك لديوانيتنا بالدمام، الشباب اللي شفتهم الحين تبي تشوفهم. أسعد بي.